وإلى فقرة خبراء تريندات. وافقت شركة ميتا الأمريكية العملاقة المالكة لفيسبوك على دفع 725 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات من الشبكة الاجتماعية لاتهامها بالسماح لأطراف ثالثة بما في ذلك شركة كامبريدج أناليتيكا بالوصول إلى البيانات. ولم يعترف فيسبوك بأي انتهاك بموجب شروط هذه الاتفاقية التي يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل القاضي في هذه المحكمة. مزيد من التفاصيل لتوضيح هذه المسألة في هذا الفيديو. وللحديث بإسهاب أكثر حول هذه المسألة يسرني أن يكون معي عبر برنامج الزوم الصحفي والمختص في التربية الإعلامية بركات الزيود. أهلا ومرحبا بك سيد بركات. أهلا أستاذ، مساء الخير، ومساء الخير لكل مشاهدي قناة اليرموك الفضائية. مساء الخير. هل من الممكن فعلا أن تقوم ميتا أو غيرها من شبكات التواصل الاجتماعي بالموافقة على دفع هذا المغلب، خاصة مع كونها ترفض هذه الاتهامات ويعني تدفعها عنها؟ إذا كانت القوة التي ستفرض على ميتا دفع هذا المبلغ فاعلة وتلعب دور الشرطي في العالم، فعلى الأغلب أنها ستلزم بالدفع، شركة ميتا وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي. وإذا ما علمنا أن دونالد ترامب واجه في انتخاباته وفوزه ورئاسته جدلا كبيرا، أيضا نشعر أن هناك محاكمة له الآن تتم أو شرع في تقديمه للمحاكمة من قبل القضاء الأمريكي. نعم. إذن اليوم أعتقد أن السياسة تلعب دور كبير في أن تلزم ميتا بتسريب بيانات ملايين الأمريكيين وتوجيههم في الانتخابات الرئاسية التي جرت وكان فيها دونالد ترامب رئيسا. بقوة السياسة وبقوة القضاء ستلزم ميتافيرس بدفع المبالغ عليها حتى لو لم تعترف، وهي أصدرت عدة بيانات حقيقة تحاول أن تصبغ عليها الصبغة الأخلاقية وأنها ستدفع أو أنها سترضخ لهذا القرار. ما يعنينا في هذا المجال أنه هناك مجموعة مكونة من نحو 250 مليون شخص هم من تقدموا بالشكوى وحصلوا على التمويل، وهم سيحصلون في إذا كل واحد بده يأخذ يعني يدوب الواحد يطلع له دولارين ثلاثة، وبالتالي هي ملزمة، أو أعتقد أن القوة التي جرت خلف هذه القضية تحديدا وتسريب البيانات لم يكن بالدرجة الأولى أخلاقيا من ميتافيرس، بل كان سياسيا بحتا. نعم، يعني ربما المشاهد لا يهتم بكون ميتافيرس سيدفع هذه الملايين أم لا، لكن المهم أنه حقا في الآونة الأخيرة صار حديث كثير عن تسريب البيانات وبيع البيانات. هل هناك خطورة حقيقية على المستخدمين سيد بركات؟ نعم، أعتقد أن كثير من شعوب الأرض مستخدمة التكنولوجيا، حقيقة الاستخدام العشوائي لهذه التكنولوجيا يتسبب لهم وسيتسبب لهم بمتاعب كبيرة، بخصوص خاصة في البيانات الخاصة من حيث بيعها من قبل عديد من الشركات. كما تعلم أن هذه تجارة. اليوم إذا قررنا أن نستخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي علينا أن نكون أكثر حذرا في كل كلمة وفي كل معلومة نستخدمها على هذه الشبكات، سواء من خلال الماسنجر سواء من خلال حساباتنا الخاصة. اليوم لا يوجد شيء آمن على منصات التواصل الاجتماعي، ولذلك اليوم احنا مطالبين انه ندير بالنا على موضوع الخصوصية، وان لا نثق كثيرا بهذه الشركات حقيقة، لان هدفها بالدرجة الاولى ربحي. ان كان هدف هذه الشركات اولا فائدة البشرية
وحمايتها وأن يكون تصرفها أخلاقي، عليها أن لا تقع في مثل هذه المنزلقات. وإذا نظرنا إلى المحتوى الذي يبث على هذه المنصات بلا قيد وبلا شرط، أعتقد أنها في آخر أولوياتها في السنوات الماضية من إنشائها كانت هي أنه الحفاظ على خصوصيتي أو خصوصيتك أو خصوصية الآخرين. نعم أيضا أنه في دول، بعض الدول ما يسمى بدول العالم الثالث أو بعض دول العالم، لا تكترث هذه الشركات بخصوصيتنا أو بحمايتها. نعم ما جاء الدول المتقدمة وشعوبها هي التي ألزمت هذه الشركات بتغيير كثير من هذا له سياستها. علاقة سيد بركات بحكومات الدول؟ يعني هل يقع على عاتقها حماية المستخدمين في هذه الدولة نفسها؟ قطعا قطعا صحيح، وهو ما جرى في امريكا. خلينا نحكي الدوله العميقه الامريكيه هي من تحمي المستخدمين. واعتقد لو لم يحدث ما حدث مع دونالد ترامب ورئاسته والهجوم على الكابيتون وما الى ذلك، نعم اعتقد ان الاختراق والخصوصيه ستبقى حبيسه الادراج ولن يعلم عنها اي من المستخدمين حتى من انتهكت خصوصيتهم. نعم اليوم اشكرك. احنا الدول صحيح أنها تحمي خصوصيتنا، لكن مقدار هذه الحماية مرتبط بأبعاد كثيرة نحن لا نعلم. أشكرك جزيل الشكر الصحفي المتخصص بقطاع العدالة ومراقبة محتوى الإعلام بركات الزيود، شكرا جزيلا لك.